السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة جايب لكم فيديو جديد. هنصور النهاردة أطقم الصيني اللي موجودة في سنتر دورك. سنتر دورك ما بينزلش أطقم صيني مصري، كل اللي عنده مستورد، حاجات الكواليتي بتاعتها عالية، كلها براندات، مفيش حاجة شعبي. نبص كده على أول طقم صيني معانا. الطقم ده 125 قطعة ماليزي بالشكل ده، كل حاجة هتلاقوها هنا شكلها جذاب ومختلف، وكله مستورد. يعني اللي عايز حاجة مستوردة وخامتها عالية موجودة هنا في سنتر دارك. ده طقم مربع فلات 125 قطعة. وبص على الطبق بتاعه، ده شكل طبق، النقشة بتاعته ممتازة جدا، يعني الخامة بتاعته محترمة والتقفيل بتاعه كويس جدا. يعني نبص كده، الخامة بتاعته كويسة جدا، السمك بتاعه مش عريض خالص، يعني حاجة محترمة سيمبل، شكله كويس جدا. معناه الطقم التاني ده من شركة تراك إماراتي. نبص عليه كده، ده نص طقم مش طقم كامل، ده الشكل بتاعه زي ما احنا شايفين كده. طبعا كلنا عارفين راك مشهورة في البورسلين، حاجة محترمة إماراتي برضو، شكل مميز، ده اللوجو بتاع الشركة اهو. معانا الطقم ده نص طقم 69 قطعة من راك. نبص على الطقم اللي بعده، ده طقم بولندي. طبعا مش اي معرض او اي سنتر هيجيب اللطم المستوردة دي، سنتر دارك بيجيب حاجات مميزة جدا، معروف ان هو بيجيب براندات ما بيجيبش حاجات شعبي. نبص كده، ده طقم صيني بولندي مش هتلاقوه عند اي حد. ده طقم كامل 130 قطعة، العروسة لو عايزة تجهز وتجيب طقم صيني كامل 130 قطعة، يكون معاكي الشاي والجاتو، ومعاكي طقم الفطار وملك النيش والعشاء، يعني كل حاجة معاكي في الطقم. 130 قطعة طقم كامل. معانا الطقم اللي تحت ده بنجلاديش، بصوا كده، ده 62 قطعة نص طقم، ده شكل الطبق بتاعه. كل النقشات هنا مميزة، شكلها محترم، والكواليتي والفينش بتاعها محترم جدا. ده 62 قطعة زي ما احنا شايفين كده قدامنا. برضو اللوتوم لسه ما خلصتش معانا. اللوتوم دي برضو معانا تشكيله كبيره جدا من اللوتوم الصيني هنا في سنتر درك. معانا الطقم ال 122 قطعه، ده برضو كامل بنجلاديش، نجيب حاجه منه كده. ده شكله براد، التشكيلة بتاعته هو الطقم ده صيني مش بنجلاديش. الفينش بتاعه مش زي البنجلاديش او الراك، اقل شوية، التقفيل بتاعه اقل. معانا الطقم اللي بعده ده طقم 125 قطعة كامل فلات مربع، برضو شكل جديد. نبص كده على شكل الطبق معانا، ده شكل الطبق وده فينش الطبق، حاجة محترمة جدا، طقم ماليزي
بصراحة هنا هتلاقي قطن محترمة جدا، القطن الصيني والكواليتي بتاعتها محترمة، الفينيش بتاعها كويس جدا، ده اللي أنا شايفه قدامي، مش بقول أي كلام، وزي اللي حضراتكم شايفينه معايا. معانا الطقم ده برضو شكل مختلف، شكل جديد، ما شفتش شكل قبل كده للطقم الصيني، الشكل بتاعه مختلف جدا. نبص على حاجة من الطقم كده، طقم شكله غريب شوية بس شكله حلو، والتقفيل بتاعه كويس جدا، تقفيل محترم، طقم بنجلاديش. بالمناسبة إن اللوتوم دي كلها في منها موديلات، يعني لو عايز طقم بنجلاديش في كذا موديل، عايز طقم صيني في كذا موديل، عايز طقم بولندي في كذا موديل، مش موديل واحد أو اتنين، كذا موديل. ده 62 قطعة، نص طقم. في بيجي معانا الطقم البنجلاديش اللي فوق ده، 125 قطعة، ده الطقم كامل. معانا برضو الطقم ده شكله قريب من اللي فوق، برضو 125 قطعة. انا اللي ملاحظه كله موجود، معظمه مربع وفلات. ادي جينا الطقم مدور اهو، ده يعتبر الطقم المدور الوحيد اللي شفناه لحد دلوقتي. بالمناسبة ان اصلا الاطقم المربعة والفلات اشيك من المدور، والموديل احدث من المدور، يعني لو عايز طقم شكله شيك وجديد خليك في المربع اكتر. ده طقم بنجلاديش برضو، الفينش بتاعه محترم جدا زي ما احنا شايفين كده. نبص على القطم التانية، برضو معانا مجموعة هنا تانية من دي كلها نص طق. معانا بيجي هنا الفلات، ومعانا القطم المثلث الجديدة، ده طقم كامل، طقم نص طقم، 66 قطعة، ده شكله. دي أشكال القطن، أشكال مميزة جدا، كل ده مستورد بنجلاديش، مفيش حاجة هنا مصري. نبص على الطعم كده، دي شكل القطمة ايه، يعني نبص على طبق كده مثلا، ده شكل الطبق. وده الشكل التاني، تشكيلة ممتازة جدا من قطن الصيني، ونص الطقم في سنتر دارك، كلها مستوردة. لو انت عايز حاجة اوريجينال، او حضرتك عايزة طقم اوريجينال للعروسة، معاكي هنا في سنتر دارك. قطن كلها ممتازة ومستوردة، وشكلها ممتاز زي ما انتوا شايفين كده. واللي محتاج طقم معين او محتاج يسأل على حاجة معينة، اكتبوا لي في الكومنتات هرد عليكم على طول. وما تنسوش هثبت لكم اللينك بتاع الجروب الواتساب، بينزل عليه عروض كويسة على جميع القطن، سواء جرانيت او تفال او ستانلس، بنزل عليه عروض جميلة جدا مش هتلاقوها عند اي حد. هسيب لكم اللينك مثبت في اول تعليق، واشوفكم على خير، مع السلامة.